السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في ليسنز شير. في الفيديو ده هنتعلم ازاي اعمل موقع افلييت لتوكن. لو انت عندك مشروع كريبتو وعندك توكن، ازاي تعمل افلييت بروجرام بحيث ان الناس تقدر تشترك في الافلييت ده وتعمل تسويق للتوكن بتاعتك وتاخد نسبة في مقابل المبيعات زي اي افلييت بروجرام معروف على اي منتج. ولكن المرة دي بنتكلم على افلييت بروجرام للعملات الرقمية، ودي حاجة صعبة جدا تلاقيها. تمام، دلوقتي ده المثال اللي هنعمل افلييت بروجرام زيه. ده عبارة عن افلييت بروجرام لعملة اسمها تشين ريلي، افلييت دوت تشين ريلي دوت نتورك. هتلاقي الرابط في الديسكريبشن لو انت عايز تفتح الديمو وتتفرج عليه. اللي هعلمك ان شاء الله في الفيديو ده ازاي تعمل واحد زيه بالظبط. تمام، ازاي الموضوع بيشتغل اصلا؟ كل اللي بيحصل ان اي حد حابب ان هو يعمل افلييت اكاونت، او بمعنى اصح بيعمل افلييت كونتراكت، عباره عن كونتراكت بينشئه عن طريق الموقع بتاعك اللي هو موقع الافلييت ده، وعن طريق الكونتراكت ده بيبتدي عمليه التسويق للتوكنز الخاصه بيك او التوكن الخاصه بيك يعني، وبياخد كوميشن. تمام، ازاي اي مشترك يقدر يدخل ويشترك عندك؟ كل المشترك هيحتاج يعمله اول حاجه انه يحط هنا الوالد بتاعته، دي الوالد اللي هيستقبل عليها الكوميشن. تمام، وتاني حاجة الكوميشن نفسه، وده بيتراوح من 0 لحد 5% في مقابل كل مبيع، يعني ما ينفعش ياخد اكتر من 5% بحيث تبقى العملية برضو محدودة. تمام، فهنا بيحط الوالت ادرس اللي هيستقبل عليها العمولة، وبيحط هنا النسبة المئوية اللي هو عايزها وليكن مثلا 5%، وبيضغط والت كونكت، ميتا ماسك بيفتح له وبيعمل كونفيرم عشان يكونكت مع الموقع، وبعد كده بيضغط على البطن ده بيتحول الى كرييت كونتراكت، بيضغط عليه والميتا ماسك بيفتح تاني علشان يديله كونفيرم على ترانزاكشن. ومجرد ما اليوزر بيضغط على كونفيرم بيفتح له صفحه وبيديله فيها الكونتراكت بتاعه او الافلييت كونتراكت. والافلييت كونتراكت بيبقى عباره عن ادرس زي ادرس الوالد. لو اي حد بعت بي ان بي للوالد دي او للادرس ده بمعنى اصح للافلييت كونتراكت، الكونتراكت ده بيشتري له، بيشتري لارسل البي ان بي، بيشتري له من عملتك وبيبعتها له اوتوماتيك على محفظته، وبياخد ال 5% كوميشن على سبيل المثال، يبعتها لصاحب الكونتراكت. يعني صاحب الكونتراكت كل اللي بيعمله انه بيعمل افلييت كونتراكت ويبتدي تسويق لعملتك عن طريق الافلييت كونتراكت ده. تمام، ازاي اعمل اصلا موقع شبه ده ومجانا تماما مش هيكلفك اي حاجه؟ هندخل على موقع zeroxfactory.com، ومن القايمة اللي على الشمال هنا هضغط على دابس، هيفتح لي صفحة الديسنترلايز ابس، هنلاقي التوكن افلييت بلاتفورم، هنعمل له داونلود، وده داونلود مجانا. هنضغط على داونلود، هيحصل له داونلود اوتوماتيك. تمام، هنلاقي الفايل اللي احنا حملناه اسمه توكن افلييت دوت زيب، ده فايل مضغوط. هنفك الفايل، هنلاقي الفولدر بنفس الاسم، نفتح الفولدر هنلاقي هنا الملفات الخاصة بالبلاتفورم، وتعديلها سهل جدا. اول حاجة هنا البانر ده. تمام، لو انت طبعا اكيد انت هتعمل بانر خاص بعملتك في اسم عملتك، وليكن مثلا هنا اسم عملتك افلييت بروجرام، وتحط اللوجو بتاعك واتيفر اللوجو اللي انت عايز تعمله. هتعمل لنفسك لوجو بالابعاد دي وتحط اللوجو بتاعك مكان اللوجو ده، والفيف ايكون طبعا هتشيل الفيف ايكون ده وتحط اللوجو بتاعك. تمام، ده ما يخص الشكل او الصور. تمام، ايه الحاجات اللي تانية هنعدلها؟ طبعا هنفتح فايل، هنلاقي هنا عندنا فايل اسمه data.json. هتفتح data.json باي تكست اديتور، بالنوت باد او اي تكست اديتور عندك، هنلاقي فايل جيسون، فايل سهل جدا. اول حاجه هنا بيطلبها مني التوكن كونتراكت، ده الكونتراكت بتاع التوكن الخاص بيك انت. تمام، بتروح على البي اس اس سكان وتعمل كوبي للتوكن كونتراكت بتاعك اللي انت عايز تعمل افلييت بروجرام ليه، وبتحطه هنا مكان التوكن كونتراكت ده. وهنا التايتل، تمام، بتلاقي هنا التايتل ده اللي هو كرييت افلييت كونتراكت. لو انت عايز تكتب كلام تاني غير ده ممكن تغير هنا التايتل. وهنا الديسكريبشن، تمام، اللي هو السطر ده، لو انت عايز تغير الكلام ده وتحط ديسكريبشن تاني خالص مفيش اي مشكله، هتكتب اللي انت عايزه هنا في الديسكريبشن. وهنا هنلاقي السوشيال نتوركس، التويتر والفيسبوك والتليجرام والجيت هاب، هنا في الايكونز دي بحيث انك تحط السوشيال نتوركس بتاعتك، تحط روابط التويتر والفيسبوك والتليجرام والجيت هاب الخاصين بيك بس فقط لا غير. وبعد كده بتسيف الفايل ده وبتقفله.
كل اللي انت هتعمله بعد كده انك تاخد الملفات دي وترفعها على السيرفر بتاعك، ترفعها على الهوستنج الخاص بيك، طبعا ترفعها على سب دومين. يعني مثلا لو انت عندك موقعك دوت كوم ما تخلوش موقعك دوت كوم على افليت، لا تخليه افليت دوت موقعك دوت كوم، يعني يبقى على سب دومين مش على فولدر زي المثال اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي افليت دوت تشين ريلي دوت نتورك. وبكده هتلاقي الموقع بتاعك اشتغل تماما شبه ده، ويقدر اي حد يعمل افليت كونتراكت ويعمل تسويق لعملتك. اتمنى يكون الدرس عجبكم وفاتكم، ويا ريت تعمل لايك لو الدرس عجبك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.